الشاي دي في كل مكان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، برحب بحضراتكم وحلقه جديده من الدين والحياه. دايما بنحاول من خلال الدين والحياه ان احنا يكون في علاقه وثيقه ما بين الدين والحياه، ازاي واحنا عايشين حياتنا نقدر ان احنا نخدم ديننا وفي نفس الوقت من خلال تعليم ديننا السمح ان احنا نقدر نعيش حياه سليمه وصحيحه. الدين والحياه دائما برضو بنحاول نكون حلقه وصل ما بين أهل الخير، أصحاب الخير، الناس اللي قادرة على عمل الخير ومش عارفة تتواصل إزاي مع الطرف الآخر في الموضوع، وهو الناس اللي محتاجة الخير، الناس تروح لمين، تثق في مين، تنقل آهاتها وأوجاعها ومشاكلها لمين، أكيد بلا شك من خلال الدين والحياة. بنحاول دايما إن احنا نكون حلقة وصل ما بين أصحاب الخير والناس اللي محتاجة الخير، وبنشكر عموما كل المشاهدين سواء اللي تواصلوا معانا وقدروا ان هم يكونوا من اصحاب الخير، وفي نفس الوقت اللي بيتواصلوا معانا بيكونوا من الناس اللي محتاجين الخير. خلونا في البدايه من قبل برضو ما نتكلم بقى عن مشاكلكم بالصوت والصوره، دايما بنقول ان الصوره بتكون هي اكثر الطرق للاقناع وللصدق. خلونا في البدايه بس نرحب بضيف الكريم دكتور صبري عبد الرؤوف، استاذ الفقه المقارن بجامعه الازهر والعالم الازهري القدير. اهلا بك دكتور صبري. اهلا بك وبالسلامه المشاهدين والمشاهدات. قول، هل ربما سكوت بعض الدعاء على تقليدهم في تيك توك وكان بالعكس بيطلع لما يتم التهكم عليه بيطلع يشكرهم، يقول انا بشكر مثلا الشباب اللي بيقلدني، ده دليل هو بيحبني، ان هو بيعزني، انا مش متضايق منهم، ده اللي شجع الناس على ان هم يعني يتهكموا منكم، والبعض الاخر بيقول لحم الدعاء او يعني العلماء مسموم، يعني ممنوع الاقتراب او التصوير. يا اهل الفضل، لما انسان يهرج على واحد وبعدين بيتكلم ويتكلم عن ناس رحلوا الى عالم الاخره، وبعدين سيدنا النبي يقول اذكروا محاسن موتاكم هم الان بين يدي الله، ازاي تسخر منهم؟ هو اتكلم عن مين بقى من الناس اللي ماتت؟ عن برامج كثيره جدا، هو لم يذكر اسماء في الا الدكتوره هاجر بس. نعم، واخد بالك انت؟ وبعدين ذكر اسماء تانية متعدده بيقلدهم بقى من غير ذكر اسماء. بريد الاسلام، بين السائل والفقيه، ويكلم وبعدين التانيين البنات قاعدين يضحكوا. طب بتضحكوا على ايه؟ وانت بتضحك الناس على ايه؟ يبقى برضه بندق ناقوس الخطر وبنقول لكل الدعاء والعلماء ما تشجعوش الاتجاه ده، ما ينفعش، ما ينفعش في سبيل ان انت تاخد شعبيه اكتر او ان انت تاخد الناس يلتف حواليك، انت تسمح ان الناس تقلدك وتتهكم بيك، وبالتالي اصبح لحم الدعاء زي ما بيقولوا كان المفروض كان مسموم، يعني عدم الاقتراب منهم والتهكم عليهم. خلي بالك باكتر من بقالنا دلوقتي يمكن 15 سنه موسوعة الفقه الإسلامي بقديمه الدكتور هاجر. نعم، واخد بالك انت؟ ويوميا الساعة 12:10 يوميا. نعم، وإذاعة القرآن الكريم بقول لأبناء مصر وشباب مصر ورجال مصر وخالتات مصر، إذاعة القرآن مسموعة بره مصر أكتر من مصر. لا ولا لا، وفي مصر على فكرة لها شعبية رهيبة، يعني في بيوتات ما بينفعش يغيروا حتى مؤشر الراديو عن إذاعة القرآن. المصريين قاعدين طول النهار وطول الليل على إذاعة القرآن الكريم. ده حقيقي. في الخارج، في الخارج. نعم. بيقولوا لي كده، بيتصلوا بيها من الخارج يقول لي عشان نحمي اولادنا. نعم، احنا مش شغالين حتى التلفزيون محولوه على اذاعه القران الكريم، اذاعه القران الكريم في كل بيت. نعم، لا وحصل كمان يعني بصراحه شايف التطوير في الاذاعه والبرامج نفسها، يعني بقت قصيره، بقى بيتم اختيار الناس اللي عندها كاريزما وحضور، بقى فيها تنوع في البرامج في النوعيات، حتى الموضوعات اللي بيتم طرحها النهارده في اذاعه القران الكريم مختلفه عن اللي هي كانت مثلا من 20 30 سنه، بقت موضوعات مواكبه للمجتمع وللمواطن العربي، وعشان كده من المحيط إلى الخليج كله بيستمع إلى إذاعة القرآن الكريم. طب ندخل بقى على طول في موضوعنا النهاردة، وطب طلبتوا مننا إيه؟ اشتكيتوا من إيه؟ احتجتوا إيه؟ هنشوف مع بعض تقرير سريع عن هذا المسجد. من هذا المكان المبارك ومن هذا البلد الطيب، من مدينة دمياط الجديدة، هذا الصرح العظيم، مسجد السيدة زينب بمدينة دمياط الجديدة،
منطقة المستثمر الصغير جنوب الحي أمام جامعة دمياط الجديدة قبلي، إجمالي المساحة 1250 متر. الطريق الدولي أمام المسجد هنا بأمتار قلائل. احنا اخترنا المسجد ده في منطقة دمياط الجديدة في منطقة المستثمر الصغير لحاجة أهل الحي جميعا لهذا المسجد، لأن المسجد اللي يليه يبعد عنه مسافة كبيرة جدا ولا يستطيع الناس أن يدخله، أكثر من 5 كيلو متر علشان واحد يروح يصلي فيه. أنا جيت هنا عشان بإذن الله من غير ما أزور بعض أقاربي، فصرفت 100 جنيه عشان أصلي 4 فروض، فبقول لجماعة قريبنا أمال فين المسجد اللي هنا؟ قال لك على بعد 5 كلوات، صرفت 100 جنيه عشان أصلي 3 4 فروض، ما بالي اللي مش مقتدر يعمل إيه؟ إحنا الحمد لله بعد ما قمنا بعملية النظافة أو اللي هي بنقول عليها العادية في المسلحة، بدأنا نعمل اللي هي المسلحات بتاعتها اللي هي القواعد المسلحة بتاعتها، وطبعًا زي ما كله شايف تسليح ما شاء الله، لأن ده بيت من بيوت الله محتاج فعلًا محتاج أموال كتير جدًا. هو المسجد عبارة عن 1250 متر. تمام. منقسم لجزئين، صحن المسجد على 750 وملحقات المسجد على 500 متر. تمام. عاملين أساسات جامدة عشان تشيل الجامع، لأن الجامع في جزء منه دورين لمصلى السيدات، وفي الجزء الثاني عبارة عن دورين لإعداد الدعاء وتحفيظ القرآن ومرافق لدورات المياه والوضوء. 5 كيلو متر بيننا وبين أقرب مسجد، يعني ما فيش مسجد قريب هنا، وعن الموقع في منطقة استراتيجية على الطريق الدولي مباشرة مقابل بوابة الجامعة. مقابل بوابة الجامعة، ومنطقة كلها عامرة بالسكان يعني. المكان هنا فعلا كان يستحق المسجد. المسجد لما أسس على مساحة كبيرة جدا، يمكن الجمعية بدأت في مكان المسجد بس لسه الخدمات لم يتم الحفر لها، فبنقول إن المسجد محتاج فعلا دعم كل إنسان شريف. إحنا الحمد لله عملنا الأساسات، لكن محتاجين أهل الخير يمد يد العون لنا، لأن الحمد لله والشكر لله وفضل الله تعالى يعني مش قادرين، والفضل بيد الله، فندعو جميع أهل الخير لمساعدتنا في إقامة هذا المسجد وهذا الصرح. نطلب من أهل الخير أن يتبرعوا لنا بأي مواد أسمنت، رمل، أي شيء يخص مواد البناء، حديد. أي حد يتبرع لو بجنيه، شوف لو بجنيه. يعني الجنيه يفرق معانا النهاردة في الأيام اللي احنا فاتت بجد. احنا نفسنا فعلا نصلي فيه في رمضان والله بجد. هو في موقع جميل، ويعني الجامعة وعندنا هنا الدولي، وفعلا هنا يعني موقع 10 على 10. عايزين كل واحد يقدر يتبرع بجنيه، شوف بجنيه يتبرع بيه. إذن بنشرح حضراتكم الحل في الآخر وسرعة إنجاز هذا المسجد متوقف على حضراتكم. مين المسؤول عن المشاهد المؤسفة لبيت من بيوت ربنا دكتور صبري؟ أولا عايز أقول لحاجة، الإسلام بخير والمسلمين بخير في كل زمان ومكان. نعم. بس في بعض الأحيان المسلمين في حاجة إلى من يذكرهم، من يرشدهم للطريق الصحيح، لكن الأمة الإسلامية كلها الحمد لله أمة متماسكة مترابطة، ولكن تحب فعل الخير، ولكن الدال على الخير كفاعله. عايزين بس المكان الذي يسخ فيه.
دي نقطة مهمة، يثقوا فيه، يتأكدوا ما يتصرفش عليهم. نعم. لكن بالنسبة للتعاون والتضامن، احنا بنذكر أهل الخير أهو، لعلهم يشاهدوننا الآن، أو اللي ما سمعش يبقى اللي شاهد يبلغ الإيه؟ من شاهد. نعم. اللي شاهد، اللي شاف البرنامج يبلغ اللي ما شافش. يعني عايز تقول لي ان هنا عليه رساله، يعني اللي بيتفرج علينا دلوقتي ده بقى، يعني احنا رمينا كره في ملعبه زي ما بيتقال كده بالعاميه، هو عليه دور بقى انه ينشر، عليه دور ان في مسجد في القريه دي ومحتاجه كذا كذا، يعني ان كان يعمل. قادر هو يساعد بنفسه. نعم. يبقى جزاه الله كل خير. نعم. مش قادر ينصح الغير او يبلغ الغير. ليه؟ لان هنا الانسان لازم يكون ايجابي في كل شيء، والكلمه الطيبه صدقه. لما تكلم كلمة طيبة مع إنسان، والله العظيم في ناس بقى يعني بيتكلموا معايا واتصلوا بيا أو يقابلوني في أي مكان، والله العظيم بقول دول يستحيل، هؤلاء من البشر، هؤلاء ملائكة يعيشون بين البشر. بيقولوا لك يا دكتور برضو، يعني نماذج الجميلة دي نبينها للسادة المشاهدين. أنا بقول لك أهو، بيتكلموا يقول لك يا دكتور أنا عايز مكان أعمل فيه خير، عايز أعمل صدقة جارية، عايز أساهم في مسجد، عايز أكفل يتيم، عايز كذا عايز كذا. وبعدين تلاقي حالته حتى مش غني ولا قوي يعني، ولا حال على قده يعني، لكن عايز يساعد بقدر ما يستطيع. نعم. لذلك ربنا لما اتكلم عن المساجد قال ايه؟ انما يعمروا مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخش الا الله فعسى اولئك ان يكونوا المهتدين. وبعدين ربنا بيقول لنا في ايه ثانيه، وأن نعم. المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المساجد كلها بيت ربنا. نعم. طب تعالوا مع بعض نشوف تقرير سريع ونفتكر تاني الموضوع اللي كنا بنتكلم فيه، ونرجع نعلق على أهمية المسجد في حياتنا في الأمة الإسلامية النهاردة. بيت من بيوت ربنا بيستغيث، إيه الفرق إن أنا أخرج زكاة مالي أو صدقات جارية للمساجد عن أي موضوع أو مشروع آخر؟ من هذا المكان المبارك ومن هذا البلد الطيب، من مدينة دمياط الجديدة، هذا الصرح العظيم، مسجد السيدة زينب بمدينة دمياط الجديدة، منطقة المستثمر الصغير جنوب الحي أمام جامعة دمياط الجديدة قبلي، إجمالي المساحة 1250 متر. الطريق الدولي أمام المسجد هنا بأمتار قلائل. احنا اخترنا المسجد ده في منطقة دمياط الجديدة في منطقة المستثمر الصغير لحاجة اهل الحي جميعا لهذا المسجد، لان المسجد اللي ليليه يبعد عنه مسافة كبيرة جدا ولا يستطيع الناس ان يدخله، اكثر من 5 كيلو متر علشان واحد يروح يصلي فيه. انا جيت هنا عشان بإذن الله من غير ما تعذر بعض اقاربي، فصرفت 100 جنيه عشان اصلي 4 فروض، فبقول لجماعة قريبنا امال فين المسجد اللي هنا؟ قال لك على بعد 5 كلوات. صرفت 100 جنيه عشان اصلي 3-4 فروض، ما بالي اللي مش مقتدر يعمل ايه؟ احنا الحمد لله بعد ما قمنا بعمليه النظافه او اللي هي بنقول عليها العاديه في المسلحه، بدانا نعمل اللي هي المسلحات بتاعتها اللي هي القواعد المسلحه بتاعتها، وطبعا زي ما كله شايف تسليح ما شاء الله، لان ده بيت من بيوت الله محتاج فعلا، محتاج اموال كتير جدا. هو المسجد عبارة عن 1250 متر. تمام. منقسم لجزئين، صحن المسجد على 750 وملحقات المسجد على 500 متر. تمام. عاملين أساسات جامدة عشان تشيل الجامع، لأن الجامع في جزء منه دورين لمصلى السيدات، وفي الجزء الثاني عبارة عن دورين
لإعداد الدعاء وتحفيظ القرآن ومرافق لدورات المياه والوضوء. 5 كيلومتر بيننا وبين أقرب مسجد، يعني ما فيش مسجد قريب هنا، وعن الموقع في منطقة استراتيجية على الطريق الدولي مباشرة مقابل بوابة الجامعة، مقابل بوابة الجامعة، ومنطقة كلها عامرة بالسكان يعني. المكان هنا فعلا كان يستحق المسجد. المسجد لما أسس على مساحة كبيرة جدا، يمكن الجمعية بدأت في مكان المسجد بس لسه الخدمات لم يتم الحفر لها، فبنقول إن المسجد محتاج فعلا دعم كل إنسان شريف. إحنا الحمد لله عملنا الأساسات، لكن محتاجين أهل الخير يمد يد العون لنا. إحنا الحمد لله والشكر لله وفضل الله تعالى يعني مش قادرين، والفضل بيد الله، فندعو جميع أهل الخير لمساعدتنا في إقامة هذا المسجد وهذا الصرح. نطلب من أهل الخير أن يتبرعوا لنا بأي مواد أسمنت، رمل، أي شيء يخص مواد البناء، حديد. أي حد يتبرع لو بجنيه، شوف تمام. لو بجنيه يعني الجنيه يفرق معانا النهارده في الأيام اللي احنا فاتت بجد. احنا نفسنا فعلا نصلي فيه في رمضان والله بجد. هو في موقع جميل، ويعني الجامعة وعندنا هنا الدولي، وفعلا هنا يعني موقع 10/10. عايزين كل واحد يقدر يتبرع بجنيه، شوف بجنيه يتبرع بيه. كان سؤالي قبل ما اشوف المسجد، فضل الانفاق على المساجد ايه؟ ايه الفرق ما بين انا اخرج زكاة مالي وصدقات جارية على مسجد، على بيت من بيوت ربنا، عن اي مشروع اخر؟ دكتور صبري اتفضل. اولا يقول الله عز وجل: انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاة واتى الزكاة ولم يخش الا الله فعسى اولئك ان يكونوا من المتقين. الايه الثانيه يقول لي ايه؟ في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. طيب الحديث بقى: من بنى لله مسجدا بنى الله له مستوى في الجنة. طب هو مناش مسجد، لكن تعاون في بناء مسجد ولو بقلب طوب. شوف لو جاب قلب طوب وحطه في بناء المسجد، النتيجة ايه؟ ان ده هيعتبر صلاة جارية له، طالما ان المسجد تقام فيه الشعائر وتؤدى فيه الصلاة ويذكر فيه اسم الله عز وجل ويتعلم الاولاد فيه حفظ القرآن الكريم وترددون على بيوت الله ويربي الشباب على طاعة الله وعلى حب الوطن الذي نعيش فيه، يبقى إن شاء الله كل ده صدقة جارية ممتدة ما بقيت الحياة. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه؟ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. الولد الصالح ينشأ فين؟ إلا إذا تردد على مسجد. علموا أولادكم الصلاة لسب واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. علم أولادنا الصلاة وهم 7 سنين، ليه؟ عشان يبقى بدأ يفهم ويميز بين الصح والغلط. ففي فرق بين واحد بيطلع زكاة ماله جزاه الله كل خير أدى ما عليه، لكن في واحد تاني بيحط زكاة ماله في زكاة مال وصدقة جارية، يبقى الخير ممتد والثواب إلى ما شاء الله عز وجل. يموت وهو في قبره بيوصل له الثواب من حيث لا يدري. ليه؟ للحسنة التي قدمها، لهذه اللبنة قالب الطوب الذي وضعه لبناء بيت من بيوت الله. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تهيهم تجارة
ولا غين عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار يجزيهم الله أحسن ما عملوا. ده كلام ربنا. نعم. شوف لما ربنا ليجزيهم الله أحسن ما عملوا مش بس كده ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. عشان كده بنناشد المسلمين الكرام أهل الخير أهل البر أن يتعاونوا لإعلاء بيوت الله عز وجل وأن يتعاونوا في إقامة شعائر الله سبحانه وتعالى وأجرهم ممتد وسوف يوسع الله عليهم أرزاقهم. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إيه؟ ما نقص مال من صدقة ما نقص مال من صدقة وما زاد الله عبدا بعفوه إلا عزة وما تواضع أحد إلا رفعه الله عز وجل. يبقى الزكاة لا تنقص المال أبدا بل بالعكس خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن الله. الله إيه الحكاية؟ طب دكتور صبري برضه هنا مفهوم تطهير المال يعني ليه بنتكلم عن تطهير المال وأهمية النهاردة إن إحنا كمسلمين كل فترة كده نعمل عملية تطهير لمالنا؟ يعني هل ده مرتبط لازم يكون مالي حرام ولا ممكن فعلا يكون مالي حلال ومن مصدر مشروع وكل حاجة ولكن برضه أنا محتاج إن أنا أعمل عملية تطهير للمال من وقت للتاني؟ كلهم ربنا يقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هما يعني عملوا معاصي عملوا مصايب؟ بالعكس ولكن الإنسان من شدة حبه لله عز وجل يزداد قربا إلى الله عز وجل يتقرب إلى الله بإيه؟ بالعمل الصالح بالصدقة بالأمر المعروف بالنهي المنكر بفعل الخير بنصح الشباب وتقديم الخير لهم حتى يكونوا هم رجال المستقبل. وبالتالي فالبناء يعني الإنسان كما يدين يدان والذين يتعاونون على وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يبقى كلنا نتعاون بقدر ما نستطيع والله لو بجنيه واحد ولو يعني بأي مبلغ من المال. يعني أنت مع فكرة النوى تسند الزير زينا ببعض النوى تسند الزير وبعدين قليل دائم خير من كثير منقطع. نعم. وبعدين إحنا نعمل الخير قدر الاستطاعة فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ده كلام ربنا سبحانه وتعالى وذكر ربنا سبحانه وتعالى ما ذكر لنا شيئا وما أمرنا بشيء وما نهانا عن شيء إلا لمصلحة المجتمع. نعم. حتى يعيش الكل سعداء. نعم هنشوف مع بعض تقرير سريع عن هذا المسجد. من هذا المكان المبارك ومن هذا البلد الطيب من مدينة دمياط الجديدة هذا الصرح العظيم مسجد السيدة زينب بمدينة دمياط الجديدة منطقة المستثمر الصغير جنوب الحي أمام جامعة دمياط الجديدة قبلي إجمالي المساحة 1250 متر. الطريق الدولي أمام المسجد هنا بأمتار قلائل. احنا اخترنا المسجد ده في منطقة دمياط الجديدة في منطقة المستثمر الصغير لحاجة اهل الحي جميعا لهذا المسجد لان المسجد اللي ليه يبعد عنه مسافة كبيرة جدا ولا يستطيع الناس ان يدخله اكثر من 5 كيلو متر علشان واحد يروح يصلي فيه. انا جيت هنا عشان بإذن الله من غير ما تعذر بعض اقاربي فصرفت 100 جنيه عشان اصلي 4 فروض فبقول لجماعة قريبنا
امال فين المسجد اللي هنا؟ قالك على بعد 5 خلوات. صرفت 100 جنيه عشان اصلي 3-4 فروض، ما بالي اللي مش مقتدر يعمل ايه؟ احنا الحمد لله بعد ما قمنا بعمليه النظافه او اللي هي بنقول عليها العاديه في المسلحه، بدانا نعمل اللي هي المسلحات بتاعتها اللي هي القواعد المسلحه بتاعتها، وطبعا زي ما كله شايف تسليح ما شاء الله، لان ده بيت من بيوت الله محتاج فعلا محتاج اموال كتير جدا. هو المسجد عبارة عن 1250 متر، تمام، منقسم لجزئين، صحن المسجد على 750 وملحقات المسجد على 500 متر، تمام. عاملين أساسات جامدة عشان تشيل الجامع، لأن الجامع في جزء منه دورين لمصلى السيدات، وفي الجزء الثاني عبارة عن دورين لإعداد الدعاء وتحفيظ القرآن ومرافق لدورات المياه والوضوء. 5 كيلومتر بيننا وبين أقرب مسجد، يعني ما فيش مسجد قريب هنا، وعن الموقع في منطقة استراتيجية على الطريق الدولي مباشرة مقابل بوابة الجامعة، مقابل بوابة الجامعة، وفي منطقة كلها عامرة بالسكان يعني. المكان هنا فعلا كان يستحق المسجد. المسجد لما أسس على مساحة كبيرة جدا، يمكن الجمعية بدأت في مكان المسجد بس لسه الخدمات لم يتم الحفر لها، فبنقول إن المسجد محتاج فعلا دعم كل إنسان شريف. إحنا الحمد لله عملنا الأساسات، لكن محتاجين أهل الخير يمد يد العون لنا. إحنا الحمد لله والشكر لله وفضل الله تعالى يعني مش قادرين، والفضل بيد الله، فندعو جميع أهل الخير لمساعدتنا في إقامة هذا المسجد وهذا الصرح. نطلب من أهل الخير أن يتبرعوا لنا بأي مواد أسمنت، رمل، أي شيء يخص مواد البناء، حديد، أي حد يتبرع لو بجنيه. شوف، تمام. لو بجنيه يعني الجنيه يفرق معانا النهاردة في الأيام اللي احنا فاتت بجد. تمام. احنا نفسنا فعلا نصلي فيه في رمضان والله بجد. هو في موقع جميل، ويعني الجامعة وعندنا هنا الدولي، وفعلا هنا يعني موقع 10/10. عايزين كل واحد يقدر يتبرع بجنيه، شوف بجنيه يتبرع بيه. طلبت كمان وتواصلت مع ديون الحياة بمطلب تاني بقى غير بيت من بيوت ربنا. لا، ده احنا بنتكلم عن قرية نجا العربان بالدقهلية، محتاجين وصلات مياه نظيفة. هذه القرية محرومة من كوب مياه نظيف. مش بنتكلم عن مياه معدنية ولا مياه غازية، بنتكلم عن مياه طبيعية تنزل من الحنفية. بيتكبدوا فلوس ومشقة وتعب، وفي النهاية المية بنقلها عمرها ما هتكون نظيفة. مش بس كده، كمان بيعانوا من عدم وجود أسقف للبيوت. يعني معنى كده محتاجين الستر. في ناس بتنام في الشارع، في ناس بتنام في بيوتها من غير سقف في عز الحر وفي عز الشتاء. نشوف مع بعض أوجاع هذه القرية ونرجع بقى نتكلم عن ستر المسلم ثوابه إيه عند ربنا. تفضل. مأساة كبيرة وما يعرفش قيمة النعمة إلا اللي اتحرم منها. ناس إمكانياتها محدودة، وده الحال عشان يقدروا يشربوا ويعيشوا،
وكل واحد له كمية محددة تكفيه هو وأسرته، وطبعاً مستحيل تكفي. فرصة نغرز الخير ده ونكون سند وعون ليهم. أنا محتاجة نارة المية والحمام دي، مفيش حدا والله بشرب المية، شربت المية بشكرت. عايزة بس حتى تعمل لك مية. عايزة مية، وعايزة أسفل البيت ده هو وأعمل له حمام نظيف. ده غير بيوت تقريباً واقعة أو مهدومة، بس للأسف مفيش بديل ومفيش مكان يحتموا بيه إلا كده. عند البيبان متكسرة، بنام وحط ورا الباب دي طوبة، ورا الباب اللي نايمة فيه طوب. بجيب الحاجة بتبوظ علي. عايزة بس تلاقي أحط فيها الأكل وتبدلوا قطن في الحتة دي. أنت شفت بعينك وده واقع، وكلنا لازم نتكاتف ونساعد، وخير الناس أنفعهم للناس. دايما في ديون الحياه بنحاول ان احنا نستعرض كل مشاكلكم، سواء عدم توفير مياه نظيفه، مشكله ستر، مشكله عدم وجود اسقف للبيوت، سواء مشكله محتاجين مساعدات ماديه او مساهمه في تزويج شبابنا واولادنا واهالينا. معايا النهارده ناجي علي اربان، بيعاني من عدم وجود مياه نظيفه وفي نفس الوقت عدم وجود بيت يسترهم. خلينا نتكلم في البدايه عن فكره الستر وفكره الناس موجوده في بيوت من غير سقف او من غير بيت اساسا. هل دي مسؤوليتهم هم ولا لوحدهم، ولا مسؤوليه الدوله، ولا احنا كمان علينا دور وديننا بيطلب مننا ان احنا نشارك بشكل او باخر في ستر اخواتنا واهلينا اللي احنا شفناهم في هذه القريه؟ احنا الحقيقه مش كل حاجه نحمل مسؤوليتها للدوله. نعم. لان الدوله هتشيل ايه ولا ايه ولا ايه. نعم. لكن دي مسؤوليتنا جميعا. كل انسان ربنا سبحانه وتعالى يسر له الحال ووفقه للفعل الخير، يبقى يسهم في بناء بيت، إعداد سقف، أو إعداد مثلا أي حاجة يحتاجها البيت، أو تركيب أبواب. ده في بيوت من غير أبواب حتى الآن في العصر اللي احنا عايشين فيه ده، من غير سقف. ما احنا شفنا هم من غير سقف أساسا، أبواب. نعم. عايشين ازاي؟ عشان تقول لك بقى في الباب بطوبة، بتجيب حجر تحطه ورا الباب عشان تستر نفسها. نعم. يبقى إذن فين هنا؟ احنا فين؟ أين نحن من إيه؟ من هذه الأمور كلها؟ واجبنا كلنا ان احنا نسهم قدر المستطاع. لماذا؟ لان النبي عليه الصلاه والسلام يقول لنا من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والاخره. من ستر مسلما في الدنيا ستره في الدنيا. يبقى من ستر انسان، عشان مش بعض الناس يقول لي ايه هو ربنا قال مسلم، النبي قال مسلم، ده من باب التغليب بس. لكن من ستر انسان، بنى بيت لانسان، عمل سقف الانسان، ركب باب بيت الانسان، عمل له شباك، يبقى كل هذا ستر الله عليه في الدنيا والآخرة. يعني الستر ليس المقصود به فكرة عدم الغيبة والنميمة. احنا دايما بنتكلم في مسألة ايه، ده الغيبة والنميمة يعني أسطر ما تتكلمش. لا، ده دكتور صبر هي بيتكلم عن الستر بقى، هو الستر الجميل بقى، هو ستر فعلا الإنسان من الجو ومن التحرش. وعند كان على كل حاجة كمان. كل حاجة تجلب الضال الإنسان ندفع الضرع عن الآخرين. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لنا خير الناس أنفعهم للناس. والإنسان يكون أنفع للناس إزاي؟ إلا بالنظر فيما يحتاجون. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع. يعني برضو لازم أشوف اللي جنبي اتعش ولا لا، كل ولا لا، مريض نعالجه، محتاج لمساعدة نساعده. ليه؟ في الحديث القدسي يقول رب العزة تبارك تعالى عبدي مرضت فلم تعدني، فيقول الإنسان يا ربي وكيف أعودك أنت رب العالمين، فيقول أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعد، أما إنك لو عدته لوجدتني عنده، عبدي استطعمتك فلم تطعمني، فيقول عبدي يا ربي وكيف أطعمك وأنت رب العالمين، فيقول أما علمت أن عبدي فلانا استطعمك فلم تطعم، أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، عبدي استسقيتك فلم تسقيني، فيقول يا ربي وكيف أسقيك وأنت رب العالمين، فيقول أما علمت أن عبدي فلانا استسقاك، يعني طلب منك الماء فلم تسقيه، أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي،
عبدي استكسوتك فلم تكسوني، فيقول يا ربي وكيف أكسوك وأنت رب العالمين؟ يقول له أما علمت أن عبدي فلان استكساك فلم تكسه، أما إنك لو كسوته لوجدت. يعني معناه إيه؟ معناه مش بس إن أنا أعمل له السقف بتاعه ولا أعمله بتاعه، ده أنا أشوف حاجته إيه، مصلحته إيه، طلباته إيه، ويسر على هذا على هؤلاء الناس الذين لا يقدرون على سد حاجاتهم اليومية، ونساعد إحنا بقدر ما نستطيع من بناء، من طعام، من شراب، من كساء، من دواء. كل هذا فيه أبواب للخير، أبواب الخير عديدة جدا جدا جدا. ورغم ربنا سبحانه أكرمنا، يبقى إحنا نشكر ربنا على هذه النعمة. شكر الله لا يكون بالكلام، ما أقولش يا رب أنا بشكرك بس، لا، بالتطبيق العملي. لأن شكرتم لأزيدنكم، يبقى معناها إيه؟ ربنا أكرمني واداني المال، يبقى أعطف على غيري وساعد غيري، أبد يد العون وساعد غيري، أتعاون مع بأي بقدر ما أستطيع. وكل ذلك لن يضيع عند الله عز وجل. اتفضل. وإن ضاع المعروف عند الناس فلن يضيع عند الله تبارك وتعالى. يبقى عشان كده نعمل إيه؟ عشان كده لازم نعمل خير من أجل رضا الله. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ربنا قال لنا كده، ما ربنا سابش حاجة أبدا لو اتكلم عنها في المجتمع. ليه؟ لأن هنا ما ينفعش إن الإنسان يبات مستريح إزاي وهناك إنسان يعيش متألم، جائع أو جريح أو مريض أو فقير أو محتاج إلى مساعدة. يعني إذن دكتور صبر عبد الرؤوف بيحملنا كلنا المسؤولية، فكرة إحنا نتفرج وبين نقفل التلفزيون أو نغير المحطة أو نحن نتفرج على الموضوع كأن الموضوع ما يخصناش أو الموضوع عادي أو برنامج من ضمن البرامج اللي بيجيب النكد والضيق وبيطلب فلوس وبتاع، لا، ده موضوع تاني مختلف تماما. يعني هنا بنعامل ربنا، بندخل معاه في صفقات تجارية رابحة بإذن الله. طيب احنا شفنا مع بعض أهمية ستر المسلم لأخيه المسلم، والستر مش بس عدم النميمة والغيبة، لا، الستر كمان له معنى تاني، ان انا اوفر له بيت كريم يحميه من الحر الصيف وبرد الشتاء وكمان من التحرش من أعين الناس. هنشوف مع بعض تاني أوجاع نجع العربان، ونركز بقى في النقطة التانية. الناس بتتكلم مفيش وصلات مياه نظيفة، احنا لما بتتقطع المية عندنا ساعة أو ساعتين تلاقوا على طول بعت لنا ونزل على البار في القنوات، وإن المية هتتقطع خمس ساعات ست ساعات، وبنملى البانيو وبنملى الأطباق ومتضايقين وحاسين إحنا يعني عايزين على طول المية ترجع عشان نغسل مواعين ونستحمى. تخيلوا معايا بقى نجع العربان ما عندهم شوية من أساسه، مفتقدين كوب مياه نظيف. هشوف مع بعض تاني نجع العربان واحنا بنتكلم بعديه على طول عن أهمية توفير المياه. ديننا قال لنا في ايه؟ شوف مع بعض نجع العربان، اتفضل. مأساة كبيرة وما يعرفش قيمة النعمة إلا اللي اتحرم منها، ناس إمكانياتها محدودة، وده الحال عشان يقدروا يشربوا ويعيشوا، وكل واحد له كمية محددة تكفيه هو وأسرته، وطبعاً مستحيل تكفي. فرصة نغرز الخير ده ونكون سند وعون ليهم. أنا محتاجة نارة المية والحمام دي، مفيش حدا والله بشرب المية، شربت المية بشرب. عايزة بس حتى تعمل لك مية. عايزة مية وعايزة أسفل البيت ده هو وأعمل لحمام نظيف. ده غير بيوت تقريبا واقعة أو مهدومة، بس للأسف مفيش بديل ومفيش مكان يحتموا بيه إلا كده. عند البيبان متكسرة، بنام وحط ورا الباب دي طوبة، ورا الباب اللي نايمة فيه طوب، بجيب الحاجة بتبوظ علي. عايزة بس تلاقي احط فيها الاكل، وانت بدون قطن في الحتة دي. انت شفت بعينك وده واقع، وكلنا لازم نتكاتف ونساعد، وخير الناس انفعهم للناس.
التقرير مهم جدا جدا وواضح، ودايما بقول ان الصوره واهات الناس واوجاعهم وهم بيشتكوا بيتكلموا ده اقرب طريق للاقناع وللصدق. كنا بنتكلم عن بيوت بلا سقف، دلوقتي بنتكلم عن اهميه توفير كوب مياه نظيف لاهالينا. دكتور صبري، اهميه الميه ايه؟ ودينا وعدنا بايه وقالنا ايه لمن يوفر مياه نظيفه لاهالينا اللي ساكنين مثلا في نجع العربان؟ من احب الاعمال عند الله عز وجل توصيل المياه النقيه النظيفه لسد حاجه الناس، خاصه وان المياه زي ما احنا عارفين كده الحياه لا يمكن ان يعيش الانسان بدون ايه؟ مياه. مش بس الانسان، اي كائن، ده الحيوان، الجمادات، كل شيء في الحياه دي لابد ان الميه تدخل فيه. ولذلك واجعلنا من الماء ايه؟ كل شيء حي. الزرع، النبات، الضرع، كل حاجه محتاجه الى الميه. فما بالنا طيب الناس اللي مش ملاقيين ميه نظيفه يشربوها؟ يعني لا تعرف قيمه النعمه اللي عند فقدها. ده لما تفتح الصبح تسعى من النوم كده وتخش الحمام وتفتح الماء تلاقي الماء مقطوعه، شوف حال الانسان بيبقى شكله ايه؟ عكننه ونكد بقى. لا شوف حال الانسان بيبقى شكله ايه؟ ومتضايق وزهقان، امال هم عايشين على طول كده؟ يبقى نعمل ايه؟ نسعى الى هؤلاء ونمد رهن. احنا ما بنقولش زي ما سيادتك قلت من شويه كده، احنا ما بنخدش فلوس لعند حد، ولكن منهم روحوا انتوا شوفوا الاماكن دي وشوفوا احتياجاتهم ايه واعملوا لهم. او ارسلوا الى هؤلاء من تثقون في امانتهم عشان يبلغوكم بالمطلوب ايه، وانتوا اديكم عرفتوا المطلوب، وقدموا الخير قدر استطاعتكم. يبقى اذا هم الدال على الخير كفاعله ولهم اجرهم عند الله سبحانه وتعالى. والميه دي لا يمكن يستغنى عنها انسان على وجه الارض ابدا، لا الانسان ولا الحيوان ولا النبات ولا الجماد، يعني حتى اللي بيبني لازم يحط الميه. ليه؟ المياه دي كل شيء في الحياه لا يمكن ان يعيش بدون مياه اساسها. وبعدين يا اخي الدنيا والله تافهه جدا جدا جدا. ده هارون الرشيد دخل عليه احد الناس مره حب يقدم له نصيحه، قاعد كده مع هارون الرشيد وبعدين طلب شربه ماء هيشرب. قالوا استنى يا امير المؤمنين. قالوا نعم. قالوا ما رايك لو ان شربه الماء هذه بحثت عنها فلم تجدها، ولكن وجدتها عند انسان وساومك على ملكك فكم تعطيه؟ خلي بالك ان انت عايز تشرب شويه ميه مش تلاقي واحد عنده شويه ميه، قال لك اساومك اعطيني نصف ملكك، نص الملك. قال له اعطيه نصف ملكي. قال له طب اشرب. شرب وبعد شويه كده قال له يا امير المؤمنين ايه رايك؟ قال له في ايه؟ قال له أن شربة الماء اللي انت شربتها دلوقتي اتحبست فيك مش عايز تطلع إلا بدواء، والدواء عند إنسان، عشان تطلع المية منك بالدواء ده واحد بيساومك تديله إيه؟ قال له أعطيه ملك كله. نعم. قال له ملك كله يضيع بسبب شربة ماء؟ نعم. ولا يكفيه شربة ماء؟ فهارون الرشيد كده لما سمع الكلام ده بكى وقال أهذه الدنيا؟ بئس من يعيش فيها ويحبها ويتمسك بها. نعم. شربة مية في النهاية، شربة مية. نعم. شربة مية هي التي تنجينا من عذاب الله يوم القيامة وتكون عونا لنا في الحياة الدنيا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بشكرك جدا، بشكر الداعية الإسلامي القدير والعزيز دكتور صبري عبد الرؤوف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بكده خلصت حلقتنا النهاردة. بنحاول دايما في الدين والحياة نكون حق تواصل زي ما قلت ما بين الدين والحياة والناس اللي بتعمل الخير والناس اللي محتاجة الخير. وبشكر كل السادة المشاهدين سواء اللي تواصلوا معنا محتاجين أعمال الخير أو وده الأهم بقى اللي بيساعدونا على هذه الأعمال أعمال الخير. أشوفكم دايما على خير. معاكم أحمد عبدو. من هذا المكان المبارك ومن هذا البلد الطيب
من مدينة دمياط الجديدة هذا الصرح العظيم، مسجد السيدة زينب بمدينة دمياط الجديدة منطقة المستثمر الصغير جنوب الحي أمام جامعة دمياط الجديدة قبلي، إجمالي المساحة 1250 متر. الطريق الدولي أمام المسجد هنا بأمطار قلائل. احنا اخترنا المسجد ده في منطقة دمياط الجديدة في منطقة المستثمر الصغير لحاجة اهل الحي جميعا لهذا المسجد، لان المسجد اللي ليليه يبعد عنه مسافة كبيرة جدا ولا يستطيع الناس ان يدخلوا اكثر من 5 كيلو متر علشان واحد يروح يصلي فيه. انا جيت هنا عشان باذن الله من غير ما تعذر بعض اقاربي، فصرفت 100 جنيه عشان اصلي 4 فروض، فبقول لجماعة قريبنا امال فين المسجد اللي هنا؟ قالك على بعد 5 خلوات. صرفت 100 جنيه عشان اصلي 3-4 فروض، ما بالي اللي مش مقتدر يعمل ايه؟ احنا الحمد لله بعد ما قمنا بعمليه النظافه او اللي هي بنقول عليها العاديه في المسلحه، بدانا نعمل اللي هي المسلحات بتاعتها اللي هي القواعد المسلحه بتاعتها، وطبعا زي ما كله شايف تسليح ما شاء الله، لان ده بيت من بيوت الله محتاج فعلا محتاج اموال كتير جدا. هو المسجد عبارة عن 1250 متر، تمام، منقسم لجزئين، صحن المسجد على 750 وملحقات المسجد على 500 متر، تمام. عاملين أساسات جامدة عشان تشيل الجامع، لأن الجامع في جزء منه دورين لمصلى السيدات، وفي الجزء الثاني عبارة عن دورين لإعداد الدعاء وتحفيظ القرآن ومرافق لدورات المية والوضوء. 5 كيلو متر بيننا وبين أقرب مسجد، يعني ما فيش مسجد قريب هنا، وعن الموقع في منطقة استراتيجية على الطريق الدولي مباشرة مقابل بوابة الجامعة، مقابل بوابة الجامعة، ومنطقة كلها عامرة بالسكان يعني. المكان هنا فعلا كان يستحق المسجد. المسجد لما أسس على مساحة كبيرة جدا، يمكن الجمعية بدأت في مكان المسجد بس لسه الخدمات لم يتم الحفر لها، فبنقول إن المسجد محتاج فعلا دعم كل إنسان شريف. إحنا الحمد لله عملنا الأساسات، لكن محتاجين أهل الخير يمد يد العون لنا، لأن الحمد لله والشكر لله وفضل الله تعالى يعني مش قادرين، والفضل بيد الله، فندعو جميع أهل الخير لمساعدتنا في إقامة هذا المسجد وهذا الصرح. نطلب من أهل الخير أن يتبرعوا لنا بأي مواد أسمنت، رمل، أي شيء يخص مواد البناء، حديد. أي حد يتبرع لو بجنيه، شوف، تمام. لو بجنيه، يعني الجنيه يفرق معانا النهاردة في الأيام اللي احنا فاتت بجد، تمام. احنا نفسنا فعلا نصلي فيه في رمضان والله بجد. هو في موقع جميل، ويعني الجامعة وعندنا هنا الدولي، وفعلا هنا يعني موقع 10/10. عايزين كل واحد يقدر يتبرع بجنيه، شوف بجنيه يتبرع بيه.